في عندنا فرقه اسمها روم ارابيت اللي هي روم مع الرومان زينجر موسيقى موسيقى مع زينجر مع العربي ارابيت مع العربي عاملين معناتها خدمه حلوه وعاملين برشا جروبات معناتها ومعنا الاوركسترا بيسا فيكتوريا اللي كنخدموا معها. لا 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 انا من خلال خدمتك اللي شفتها عشان يوتيوب نتاعك حاولت ندخل في نتعمق خاطر علاش انت نسمعك مش كيما نسمع فنان اخر خاطرك صديقي وصاحبي عدينا وقت كبير مع بعضنا فهمت ونعرف الامكانيات هذا علاش انا قاعد توا حبيت نستغل هالقعده معاك خاطر عارف روحي ما عادش باش نشوفك حب لي يا عمي ليه خير ليه انا كل عام ان شاء الله انا عاملين مع بعضنا قاعدين نحكيو البلاصه خلي يجي يشوفها قوم معاك وريهم ليه 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 قوم معايا يجي معايا وريني خويا حومتك حومتي في تونس مسك وين تسكن وين تعيش انا في حق الويت ورا الكريكه بالضبط هذا البحر هاكا نضيف اليوم ما كناش السيد قاعد ينظف البيسين ينظف فيه جو درك مغادي هذاك نهار 12 انا بحدايا لقلق لما شي بربي هيك هو قاعدة حلوة معاك يعيشك حلين والله حكينا مسرور بوجودك معايا سنين ما شفناش بعضنا ايه عايشك يا خويا ليت الشباب ويعودوا لا ما زلنا صغار انت فنان ونعمل فنانين انا ما زلت شباب تشوف انا عشت معاك في داركم وعشت مع عم محمد الله يرحمه خالتي جميلة الله يرحمهم الناس الطيبين وبوك راه زاد ما يعرفوش احكي لهم شويه على بوك يعرفوا انت ليه جيل جديد هذا حتى في المسرح هو بابا من مؤسسين معناتها من اين هذا الشبه؟ من مؤسسين فرقه العيساويه البلوط اي هو من مؤسسين فرقه مسرح الجمهور اي فرقه العهد الجديد للمسرح هذا في الستينات وزيتوني اي وشيخ سلاميه وكاتب مسرحي وروائي وتلفزي ما شاء الله تظلم برشا ماهوش معناتها ما يعرفوا حد فعلا ما يعرفوه يعرفوا كان معناتها الفنانين وناس معينين في الطريقه يعرفوا كذا ما في برشا اعمال معناتها عاملهم هو ما خداش حقه هذيك تونس مش مشكل استانسنا وتصديقا لقولك استمات لي احنا اصحاب مع بعضنا واحنا صغار انا شفت حاجات وشفت عينات وبينات مش هاي اللي تحكي فيه على الوالد الله يرحمه ايه لكن الراجل الطيب كان يفرح برشا تعلموا منه ايه لا تم الناس تذكر معناتها تقول يرحم والديه هو اللي علمني هو كذا شوف اي انسان عنده علم حاجه لازم يعلمها لغيره اكيد خاطر ما تعلمهاش لغيرك باش تتفن معاك صحيح غيرك يا اخي مش باش يسمعها وخالتي جميلك المراه الطيبه الله يرحمها لا كان هو الطيب اسمع الله يرحمهم وتحب الفن الفنان شو ونعطيك حاجه اكتشفتها من خلال خير انا عندي دقه رجل اخته رجل اخته العروسي بن عثمان موسيقى كان عوده القنطره اي ما شاء الله عم مصطفى زغنده الله يرحمه الله يرحمه نعم مصطفى زغنده كان يخدم عند معناتها تعلم برشا من عند العروسي بن عثمان رجل خالتي معناتها امي من الصغرى كانت تعزف عود ما شاء الله ومن بعد تركت عادك العرس ما تعرفش يعني اسمعني ايامات لي انا وياكم اصحاب وواحد ايامات السفر وايامات الطيش ونحن ما عندناش فلوس وكذا ضايعين